فسر لك هن عم يعملوا كل هيدا الشيء ليجبروني بيع حصتي، لانه العرض يلي مقدم من راسي كثير مغري، حاطط رقم خيالي. بس ما فهمت، ما فيهم بس هن يبيعوا حصصهم، ضروري انت كمان؟ ايه مجبوره ابيع، لانه هو مشترط عليهم، ما بيشتري المستشفى الا اذا كل الشركه ببيعوا. يمكن حاطط براسه يفتح اوتيل، يعمل مول، ما بعرف، لوكيشن المستشفى كثير قوي. ناطره حدا؟ لا. زينة فيك تجيبي لي كبيتين مي؟ مونسوار. اهلا. دكتور بيان؟ ايه صح. تفضلي هو لحضرتك. من مين؟ في كارت جوا، تفتحيها. سوري ما فيني اخذها، رجعها لسحبها. لحظة بس، بعد في شي ناطرك. عم تمزحي معي. شو هيدا؟ لا مجنون هيدا اخوار. يه 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 ما بدي احطهم كل هون. شو قلها تعمل؟ بعد 100 بوكيه صار البيت جنينه. عم تمزحي معي بيان؟ بشرفك تطلعي حلم. بتعرفي كم بنت بتتمنى انه شاب يعمل هيك معها؟ انا وحده منهم. انا ما بحلم. مثل المسلسلات. اي مسلسلات؟ بشرفك كل شغله بيعملها اوفر، بيراقبني، بيعرف كل شيء عني، بده يكون جنتلمان، يكون هيك من الاول مش هلا. ما هو جنتلمان عن جد. شو هذا هو؟ ايه. شو بعت لك؟ ورده. عم تمزحي؟ ايه ما اكتفى بال100 بوكيه، بده يبعث لي ورده على الواتساب كمان. طب ما هيدا مهضوم عن جد، ما بعرف ليه عم بتنقي. لا اوفر. اوكي. بعدين كيف عرفنا انا بحب اجيب صوفيل؟ ما بعرف. انا كمان حابه اعرف كيف عرف. تعني خد سيلفي. ما بدي اخذ سيلفي. بلا بلا بيان. خلص تعي شتي لحالك. كيف بدنا ننام هلا؟ معقوله طيب؟ ييت بيان. خلص طياره. طب ما ليه؟ تزهقي. طب رح ياخذ ستوري، ما تزعلي مني. جاد اذا ما بدك ترد عليها اعملها بلوك وخلص. ما بيكفيني، حرقت قلبي عقدني. لا جيب لي ابنها لودادي حطه بوجهي، بده يورطه كل شيء، سامعه؟ كل شيء، بدون ما يسالني، بدون ما ياخذ برايي. يا ست ام رغيد، عمالك على حالك وعليه شوي، لازم ترتاحي، ما بصير هيك. ما حدا حاسس فيي، ما حدا حاسس بالنار يلي جوقت قلبي. كل ما بشوف ابن وداد بالبيت الدنيا بتبرم فيي، بحسها طلعت من قبرها لتنتقم مني. اخذت لي ابني لعندها ورجعت ابنها عبيت الغانم. بدها تقتلني، بدها تاخذ مني كل شيء. يا ست سوزان انت عم تكبري الموضوع، بتاخذيني يعني بس غمار ابنه للغانم؟ شو كنت متوقعه يضلوا غايب كل العمر؟ محبه رغيد بقلبنا ما حدا بيقدر يشيلها، بس هيك الله راد. بتاخذيني ستنا بهالكلمه، بس ما فيكي كل شوي والتاني توقفي بوجه الغانم. بالاخر هيدا الغانم يعني وجهه التاني انت قادره فيه. عطاه الشركه، عطاه شركه رغيد. ما تاخذيني ست سوزان، بس انا رايي انه بلا ما تفتح هذا الموضوع مع الغانم. الله يخليك، مش شايفتيه قديش هو حابس من وقت المرحوم؟ والرجال اللي مثله ستنا ما بيكسروا الا القهر. فالله يخليك، روقي روقي روقي. ايه الحكي هين. طيب رح روح اعمل لك فنجان زهورات تهدي فيهم اعصابك. Thank you.
حبيبي يا ماما.